حلب حي السكري 11/10/2012، آثار الدمار على الحي. حلب حي السكري 11/10/2012، آثار الدمار. الله أكبر. مرحبا عمو. عمو ايش هذا اللي نزل هون عندكم؟ صاروخ. صاروخ؟ طيب مين ضربه؟ الطيارة. طيارة ضربت عليكم؟ ايه. حدا انصاب؟ عمي وابن جيراننا. عمك وابن جيرانكم؟ اللي طافوا. طيب ماشي. ايش هدول بالارض؟ صغايا. مين ضرب عليكم؟ طيار. ايش بتقول له لبشار؟ ايش بتقول له لبشار لاني عم بضربكم؟ الله يعينك. الله يلعنك. شو كمان؟ ان شاء الله مثل ما سويت لاخونا يسوي في اولادك. الله ياخذ روحه ان شاء الله. بتحبه انت لبشار؟ لا. ليش؟ يعني ضربنا حوشنا. ضرب لكم حوشكم؟ انا بيضل الشعب ظلم. طيب ماشي. حلب حي السكري آثار القصف على الحي. الله أكبر.